نتابع حلقتنا وبننتقل عند زميلتنا مريم الحاج لنعرف اكثر شو الكتاب اليوم. مرحبا مريم. صباح النور، كيفك؟ كثير منيحه. شو عنا اليوم؟ رح نكون مع كافكا، محاكمه كافكا الاخرى. محاكمه كافكا الاخرى، اوكي. اذا فرانس كافكا هو الكاتب التشيكي رائد الكتابي الكابوسي، هو يعد افضل كتاب الروايه والقصه القصيره، وبعده لليوم رغم مرور أكثر من 90 سنة على وفاته، الملهم لأهم أدباء عصرنا. يلي طلع منكم على نصوص كافكا بيعرف إلى أي مدى هي غريبة، إلى أي مدى هي غامضة وصادمة، وخلف هالغرابة والغموض في سبب، وهالسبب بنقدر نكتشفه سوا بهالكتاب بالذات يلي رح أقترحه عليكم اليوم، وهو حمل عنوان محاكمة كافكا الأخرى. هالكتاب يلي وضعه الكاتب البلغاري الياس كانيتي الحائز بالعام 1988 على جائزة نوبل للأداب، اليوم هالكتاب صدر بترجمة عربية عن دار جداول. الكتاب احتوى على الرسائل الشخصية يلي تبادلها كافكا مع خطيبته فليس على مدار 5 سنوات، انطلاقا من لقاء الأول عام 1912. خطيبة كافكا كانت ملهمته، وبالفعل السنوات الخمسة يلي جمعتهم كانت هي الأكثر نشاطاً بمسيرته الإبداعية. وبهالخمس سنوات كتب كافكا المحاكمة وكتب التحول ووضع أهم إنتاجاته الأدبية. هالرسائل الحميمة ما كان مقرر أنها تخرج إلى العلن، فليس خطيبة كافكا كانت محتفظة بها الرسائل بسرية تامة، ولكنها وجدت بعد تقريباً 30 سنة على رحيل كافكا أنه من الضروري الكشف عن هالرسائل، فبعتها إلى ناشر كافكا قبل 5 سنوات من وفاتها، يعني بالعام 1966. كانيتي المتأثر بدرجة كتير كبيرة بأدب كافكا لما قرأ هالرسائل أعجب كتير فيها، وقرر وضعها بكتاب يعيد من خلاله دراسة كافكا ومؤلفاته بكل ما فيها هالمؤلفات من غرابة وغموض، فكان كتاب محاكمة كافكا الأخرى. هالكتاب موجه بشكل خاص إلى كل الكافكاويين، ومن خلاله بيقدروا يكتشفوا إلى أي مدى نصوص كافكا بتشبه حياته وبتشبه شخصيته، وإلى أي مدى استمد أفكاره الأدبية كمان من سيرته الذاتية. نعم مريم، عنوان هالكتاب محاكمة كافكا الأخرى، وهو مأخوذ عن رواية كافكا المحاكمة. صحيح. ولكن هل فينا نعتبر أنه مثل ما بدل العنوان الكتاب هو نوع من محاكمة لكافكا؟ جوال، هو كانيتي استوحى عنوان كتابه من رواية المحاكمة يلي انتهى كافكا من كتابتها بليلة واحدة، شيء كتير مهم وعظيم. وبالرواية ربط كافكا بين فكرة المحاكمة وطقوس خطبته العلنية من فليس، وهذا الشيء ما كانوا بيعرفوه القراء تبع كافكا. كتب كافكا المحاكمة بعد أسابيع من خطبته يلي شبهها بحادثة اعتقال بين مزدوجين. نعم، وبطل المحاكمة جوزيف كي يلي كلنا بنعرفه هو نفسه بالحقيقة كافكا، وبالرواية كان عم يوصف كافكا إحساسه يلي شعر فيه يوم خطوبته، هو يلي على الرغم من حبه لفليس ما كان يحب الارتباط. والكتاب منه محاكمة أخرى لكافكا بقدر ما هو نافذة جديدة على أدب كافكا، والكتاب بيساعدنا أكثر على فهم أدب كافكا ونصوصه. من هون أهمية هالكتاب يلي منرجع عن جد منفهم من وين إجا كافكا بالمحاكمة وبفكرة المحاكمة وبفكرة جوزيف كي. اوكي نعم. مريم، بهالكتاب هل استعرض كانيتي الرسائل فقط ام انه كمان نقشها وحللها وفسرها؟ نعم جوال، بهالكتاب مش بس كانيتي وضع الرسائل، ولكن هون الاهميه انه كمان حللها وناقشها، وهذا برجع بقول هيدا اهميه هالكتاب بالذات، لانه من خلال هالتحليل والنقاش بيقدر يفهم القارئ إلى أي مدى نصوص كافكا تشبه سيرته الذاتية، إلى أي مدى أفكار كافكا الغريبة والغامضة مستمدة من شخصيته الغريبة والغامضة. مثلا شرح كانيتي مطولا عن نظرة كافكا إلى ذاته، واختار من الرسائل عبارات وصفات بتعكس اشمئزازه من نفسه. تخيلي يا جوال، بإحدى الرسائل بيوصف نفسه بأنه دودي رخوة،
وانطلاقا من هالتشبيه بنفهم من وين أتى كافكا بهالحشرة بكتابه التحول، والحشرة هي نظرة كافكا لنفسه. أيضا بالنسبة لروايته المحاكمة، هالقصة كانت انعكاس للحالة يلي شعر فيها لما خطب فليس رسميا. على فكرة بعد 5 سنوات فسخ كافكا خطوبته من فليس، الخطوبة ما أدت إلى زواج لأنه كافكا كان صاحب شخصية كتير معقدة ما بيقدر أبدا على الارتباط. برجع بكرر وبقول جوال وجوال انه هالكتاب مين جوال؟ جوال نصر وجوال فطور. اوكي اوكي مريم الحاج تفضلي. برجع بكرر بقول انه هالكتاب اهميته انا شخصيا لما قرات كافكا ما كنت افهمه، اليوم مع الرسائل ما كنت افهمه بالشكل الكافي، اليوم مع هالرسائل قدرت افهم اكثر بكثير شو كان بيقصد يعني من خلال كتبه. مزبوط بس هو كثير معقد يعني. ايه هو اصلا شخصيه منا سهله انك تفهميها وتفهمي اصلا شو بيكتب، يعني بده كثير تركيز ولا خطيبتك تقول تفهمه، مشان هيك انا بحوس ما بقرا كافكا. لهيك الرسائل كثير بتوضح روايات والقصص يلي كتبها. نعم مريم نحن بنشوفك الجمعه بنرجع. شكرا. حلقتنا متابعة معكم لننتقل إلى مستشفى سيدة المعونات بجبال يلي وتزامنا مع اليوم العالمي للسمنة شهدت على مؤتمر طبي جمع عدد من الأخصائيين والمعنيين لطرح أبرز المشاكل النفسية والجسدية المؤدية للبدانة بالإضافة إلى تداعيات هالمرض على صحة الإنسان. كل التفاصيل من تبع سوا. نسمع دايماً إنه البدانة منتشرة بعالمنا العربي، لكن الأرقام الحقيقية قد تشكل فعلاً صدمة. هالأرقام تدعو إلى دق ناقوس الخطر للحد من السمنة الخطيرة. بلبنان مثلاً 37% من الأشخاص مصابون بالبدانة. وللتوعية عن أضرار ومخاطر زيادة الوزن وتزامناً مع اليوم العالمي للسمنة، استضافت المستشفى الجامعي سيدة المعونات جبيل تحت عنوان Best 2015 Conference مؤتمر طبي تشارك فيه نخبة مميزة من أهل الاختصاص لعرض المستجدات وتبادل الخبرات بهالمجال. سنة 2012 حسب الأمم المتحدة في تقريبا 1 مليار شخص عندهم زيادة وزن، في 300 مليون واحد منهم عندهم بدانة خطرة، وفي 3 ملايين بيموتوا بالسنة من وراء البدانة. يعني هيدي بتشكل مرض للناس، بتشكل مشاكل اجتماعية صحية. من الوقاية، من الأحسن انه نكون رايحين على الوقاية لهالبدانة قبل ما نتوصل لعلاجها ولجراحتها. بعد فشل كل المحاولات لتصحيح وضع السمنة وبالأخص عن مرضى اللي عندهم سكري، هيدي أحد الحلول. قد يظهر خلال السنوات اللي جاية حل سحري تاني يكون أفضل وأكمل، لكن عمليا بالوقت الحالي أفضل الحلول لعلاج جذري لجزء على الأقل كبير من اللي حاملين هالمرض وبالأخص اللي عندهم سكري. متمنى خصوصا في آخر فترة في شكاوى كتير عم تيجي من مضاعفات العملية الجراحية عم تردنا عن نقابة الأطباء، فنحن أول شيء منفضل أنه نتركها لآخر شيء، وبعدين يجب على الطبيب قبل إجراء العملية الجراحية شرح مضاعفاتها ومخاطرها للمريض. إلا هذا الصرح الذي يجمعنا وما يضم من أقسام وأجنحة ومراكز تدريب واختصاصات وتقنيات لا مجال لتعدادها، لأن غرضنا اليوم هو ما تقوم به وحدة جراحة البدانة والأيض في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في إطار مواكبة اليوم العالمي للسمنة، بدعم كبير واهتمام شديد من مدير المستشفى الأدمير الطرباي.
مستشفى المعونات الجامعي اللي بتسعى لإبقاء شعلة العلم والأبحاث مستمرة بكل المجالات الطبية ضجت بعدد كبير من الأطباء، أخصائي التغذية، الجراحين وشركات تهتم بما يختص بزيادة الوزن. فأتى المؤتمر لعرض جدية الأبحاث وتقدم العلوم، آملين بإيجاد أفضل الحلول لعلاج جذري لجزء من حاملي مرض السمنة وما ينتج عنه. المستشفى هون أكتر شيء ما عم بتشتغل على هالأساس على الصعيدين، وعم تحط كل الإمكانيات للأطباء تيصير في تطور، للحق التطور اللازم، وما بيكون في تقنية جديدة أو أي شيء ممكن يساعد هالبلد نحن عم نكون ومش عم نقصر أبدا من ناحية الإمكانيات اللي بنحطهم تحت تصرف الأطباء. الحملة اللي موجودة هلأ موجودة لعامة الشعب، يقدروا كل الناس الموجودين بيناتنا يقدروا فريما يعرفوا وين هن وقديش عندهم نسبة زيادة وزن، قديش عندهم نسبة دهون بالجسم، كيف مقسم هالجسم. احنا أول شيء منحدد الأسباب، يعني شو أسباب الكبت الضغط يلي عم بتخلينا ناخد من الأكل اللزة. تاني نقطة منشتغل كتير ستريس مانجمنت، لأنه جزء كبير من الأكل هو ما بقدر سيطر على مشاعر السلبية، سو ردة الفعل للدفاع عن النفس هي بالأكل. نتابع حلقتنا مع ضيفنا لليوم المحامي ميشيل فلاح. أهلا وسهلا فيك ميشيل، حضرتك محامي أيضا، أنت بتهتم بكل المشاكل يلي بتتعرض لها اتحاد حماية الأحداث، الأحداث يلي الأولاد عمرهم تحت 18 سنة بس تنوضح. ومنسمع مؤخرا كتير ماتر أنه عم بيصير في ترك أطفال أمام أبواب دور الرعاية، ومنسمع أنه في كتير تسرب من المدارس، الأولاد فلتين على الطرقات. هيدي الأحداث اللي عم نحكي عنها هولي نوعية من الأولاد؟ صحيح، اللي وقت نقول اليوم أحداث معناتها كل ولد ما تم 18 سنة من عمره، ويا أما ارتكب فيه جرم معين أو هو ارتكب جرم، وبالحالتين هو ضحية، بالتالي بحاجة لحماية إن كان بالقضاء أو إن كان بمؤسسات اجتماعية. الوضع الاجتماعي نتيجة الظروف الاقتصادية اللي عم بتصير، نتيجة الظروف الأمنية، نتيجة النزوح السوري اللي عم الموجود، تفاقم الوضع لوصلنا لمحل إنه صارت ظاهرة وكأنه شبه عادية من مجتمعنا نحن، يلي هي مثل ما حضرتك قلتي موضوع ترك الأطفال عبيب دور الأيتام، والمؤسف عم ينتركوا بمستوعبات النفايات وكأنه يعني شيء مؤسف اللي صار. يعني صار صحيح الولد. مشان هيك اليوم صرنا عم نشوف ظواهر فعلا بشعة، ما بعرف قديش كانت موجودة بالسابق، اللي هي انه الاهل وقال بيتخلوا عن الاولاد. اليوم صرنا عم نشوف كتير حالات ام تتخلى عن ابنها، ما الناس سألاني عنه، ما بتعرف مين بيو، تفاقمت كتير هذه الحالة. ونحن يمكن تبعنا بالاعلام كنا من شهر لهلا موضوع طفل شادي يلي عمره ما تجاوز السنتين، وتم اخذ يعني عمله ملف حمايه كان موجود مع والدته اللي بتتعاطى الدعاره وزوج والدته، هي طبعا ما بتعرف مين بيو، كمان عنف بشكل داعشي بشكل كتير كبير. هالطفل هيدا اليوم ما بيقدر يمشي، في عنده حاله يعني بده متابعه طبيه ونفسيه. هالطفل هيدا نتيجه اخبار من الجيران دخل القضاء مع اتحاد حمايه الاحداث ونشال من هالبيئة الموجود فيها. طبعا بأي صفة نشال من البيئة؟ يعني قانونيا طبعا أي طريقة بتتبعوا كرمال تقدروا تشيلوا الولد من هيدا من بيت أهله؟ يعني أكيد أكيد، يعني منأسف نقول كل مثل أهله أصلا مش أهله، يعني لأنه الأهل مش هيك بتعافوا، ما مفروض هيك يتصرفوا. 100% سنة 2002 صدر قانون رقم 422 بيحكي عن حماية الأحداث أو الأولاد المعرضين للخطر، وبهذا القانون هذا دخل مفهوم جديد اللي هو ملف الحماية. بمعنى أنه قبل هالقانون كنا نحكي عن ولد ارتكب جرم، صرنا نحكي بعد هالقانون ارتكب ولد ارتكب فيه جرم أو موجود ببيئة حياته وصحته ومعرضة للخطر. يعني خلينا نعطي مثل، إذا الولد ما في أهل يتابعوه، متروك على الطرقات، ما في أكل شرب حدا يهتم صحيح. فيه إذا راح سرق هو بالنهاية ما عم بيسرق لأنه صحيح. صحيح. بده يسرق، عم يسرق لانه جوعان فعلا، حتى يعني بعتمد التسول اوكي عم بيشحد على الطريق. هذا كان قبل جرم جزائي يعاقب الولد ويتوقف الى اخره، اليوم مع هذا القانون صار ضحيه
صرنا ما نحميه هلا، صار موضوع ملف حمايه كادو بروتكسيون. كيف بتحموه على الارض؟ كيف بتحموه؟ بيتدخل اتحاد حمايه الاحداث، بتكون في اسيستانت سوسيال طبعا بناء على اشاره القضاء المختص، بتعمل تقرير عنه وبيطلع قرار حمايه، قرار حكم مثل القرار من القاضي للاحداث. نفس الشيء صار مع شادي. صحيح، تاخذ شادي من البيئه الموجود فيها. هلا طبعا المشكله الاساسيه اللي عم نواجهها دائما هي غياب المؤسسات اللي عم تستقبل هالاولاد، علما انه في كثير مؤسسات بالبلد ان كان متعاقده مع وزاره الشؤون او مع غير وزارات ما عم تستقبل الاولاد مثل ما لازم، علما انه هي لازم تستقبل. طبعا ليش ما عم تستقبل؟ لسبب مؤسف وبسيط، انه قطاع الاحداث صار صناعه وتجاره، يعني صار هالولد المؤسسه فيها تقول لا ما بدها تستقبله، لانه اذا ما جاب لها مصاري او ما شحدت عليه مصاري او ما بتاخده او ما طلعت من وراء مصاري او ما طلعت من وراء. بتقلي ما في دعم من الوزارات؟ في دعم، بس طبعا كلهم بيشتكوا انه الوزارات خصوصا وزاره الشؤون بتتاخر كثير بدفع المستحقات لهالجمعيات. طب اليوم شادي وين؟ اليوم شادي بمؤسسه عند البير مجدي علاوي، يلي استقبلوا لشادي بعد يعني جهد جهيد، لانه ما لقينا ولا اي مؤسسه، علما انه بير مجدي طبعا مشكور على اللي عمله، مشكور جدا، علما انه ما عنده مؤسسه مش لهالحالات، ما عنده قسم، يعني اضطر اول يومين ثلاثه ياخذوا لعنده على البيت، ما في محل. طبعا هذا مش اول شادي ولا رح يكون اخر شادي، يعني وقت رحنا تحديدا بهذا موضوع شادي، وقت راحت القوى الامنيه عفوا المساعده الاجتماعيه بمؤازره القوى الامنيه لتاخذ شادي من هالبيئه، الجيران قالوا لنا انه في 100 شادي غيره بالحي، يعني كل يوم في عنا مشاكل من هالنوع، يعني كل يوم عم نتابع مشاكل العلاقه بالعنف الاسري والتعدي، يعني الابشع اللي عم بيصير هو انه بقلب البيت عم بيصير العنف، عم بيصير التعدي، يعني ان كان من البي قدام الام او ان كان من الام قدام الجيران بالبي، يعني عم نوصل نشوف ظواهر غريبه شوي على مجتمعنا. مثل شو هلا عم بتصادفكم؟ ما بعرف كايات او يعني حالات. طبعا موضوع الاعتداء الجنسي هذا يعني صار مثل خبزنا اليومي، يعني انه كثير عادي لابنه او البي لبنته او زوج الام مع البنت او يعني مؤسف يعني في امات، يعني مثلا مثل ام ولا شاد اذا بنحكي عن هالكا يمكن لانه بعده جديد، ما كان عندها مشكله انه زوجها او صاحبها ما بعرف يعنف شادي بطريقه ما بيوصفها العقل، يعني معيبه، وهي اليوم بعدها وهذا المؤسف. طيب كمان الزلمه وينه؟ ببيته قاعد ناطر تجيب له مصاري لحتى يحشش، وهي اليوم لا هلا من بعد ما تدخل القانون بعدني نفس الجواب، بعده ببيته ناطر تجيب له مصاري من الدعاره ليحشش هو اياها والشله كلها. القانون بيحمي الصبي بس ما بيجاز البي 100%، بس ما تحرك القضاء رغم كل الاخبارات اللي تقدمت، ما حدا تحرك وقال وقف هالمرة، المرة اليوم موجودة والقوى الأمنية بتعرف وينها تحت أي جسر وين بتوقف وين بتمارس، وبتعرف إنه الزلمة كمان مارس العنف على الصبي طبعاً وضربه بشكل عشوائي طبعاً أكيد. ليش؟ السؤال مش لإلي، السؤال مش لإلي بنسأل، لأنه هذا لا فعلياً ليش؟ عندهم واسطة يعني؟ لا أبداً، هذا احتمال إهمال منه أولوية بكل بساطة، يعني اليوم اللي بده يتشكى إذا أنا اليوم بدي أروح أدعي عليهم ما عندي مصلحة بالقانون، ما عندي مصلحة أنا في أقدم أخبار بس للنيابة العامة، ما تحركت. طيب شادي كان الأخبار عنه من قبل الجيران، صحيح، غير شادي من وين عم يكون الأخبار عنه؟ كمان يا جيران يا أهل أو أوقات بيكون يعني هذا معظم من الأهل مثلا، صحيح صحيح، خصوصا بتكون في نزاع بين الزوج والزوجة بموضوع الطلاق مثلا، عم بينفصلوا أو انفصلوا، بصير الولد يعني حدا من الطرفين بيخبر عن الحالات اللي عم بيصير فيها. هلا طبعا بحالات كثير عم بيصير في مبالغه لانه يستعمل الولد للاسف مثل متريس ليصير الواحد يقوص على الثاني بدعاوى بس بحالة الطلاق، بس ما فينا نقول انه بتتعمم الحالات، لانه في حالات عنف مثل شادي الام عم تتفرج طبعا والزلمه اخذ مش عم تتفرج عم بتشارك بالموضوع، يعني في كثير حالات، بس المشكله انه برجع بقول ما في مؤسسات هي بتستقبل، ما في اذا بدك توعيه بقلب يعني اليوم حتى بأسف أقولهم في كثير يمكن محامين ما بيعرف انه في قانون لرعايه هالاحداث هودي، حتى القضاء ما انه كثير يعني عم يتابع هالموضوع بشكل جدي رغم كل الجهود اللي عم بيعملوها قضاة الاحداث. شو لازم ينعمل؟ المسؤوليه هي مشتركه جماعيه، في وزارات لازم تتحرك، أوكي. في اجهزه امنيه لازم تتحرك، في قضاء لازم يتحرك، في مجتمع مدني، وفي الاعلام، مشان هيك اليوم دوركم اساسي كاعلام، مشان هيك انا اليوم عندكم انه لازم الاعلام يضوي على الموضوع بشكل كثير كبير، يقول انه ممنوع ينترك ولد بحاله عنف او اعتداء. كنا قبل ما نقدر نعمل شيء، يعني اليوم مدى الشادي
انا قبل 2002 ما كان في اعمل له شيء. اليوم قادر احمي، موجود اليوم بمؤسسه، اليوم راح على السينما شادي، اليوم اكل تشيبس، الاشياء البسيطه البديهيه اللي ما كان عم يتابعوه. اكيد بتعرفوا شو عم بيعمل يعني. اكيد هلأ. اكيد على تواصل دائما مع بير مجدي مثل غير حالات يعني. مثل في له مرافقه نفسيه؟ مرافقات انا ماني شخص مهني، ماني بسيكولوج يعني، بس انه ما لحول الصبي انعطب يعني، بس اختصاصي بعلم النفس، اختصاصي ب اكيد بده اورثوفونيست، بده في كثير حق، لانه ولد يعني ما تجاوز السنتين اول شيء بطل يمشي، في كسر دائما يعني بطل يمشي ما اكيد على العنف، لا بطل على نتيجه العنف اللي صار معه، تعنف بطريقه ما بقدر اقوله على الهواء يعني، الصبي ما بقى يقدر يمشي بحياته ابدا ابدا. عم بينجرب، بصير في محاولات انه بتسفيره لبرا، ممكن لربما نقدر نعمل شيء، بس لهلا ما في الحصات ما بتدل انه ممكن يمشي. نفسيا انعطب المشي هي من بعده ببيته طبعا قاعد ناطر يعني. في احدى التلفزيونات راحت تصور مع انه شو صار من بعد ما انشال شادي من هالبيئه، الزلمه موجود يعني، هو زوج الام يعني موجود بالبيت قاعد ناطر عادي يعني، والام عم بتمارس هو ناطر يجوا ياخذوه منطقيا. ما حدا رح ياخذ حدا، هربان على القليله، لا 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 انه خيفان مرعوب في احتمال يجوا ياخذوه بهرب مثلا يعني. يعني اللي عم نقوله نحن انه في حالات عن جد نتشجع نكمل اكثر وقت نشوف هالتغيير اللي صار بالولد. من فتره كمان من اشهر مش كثير بعيده كان في ولد يلي كان عم بيربطوا بيه بالجنزير. ايه هيدا سمعناها كمان. ما تتخيلي فرحنا قديش كان كبير وقت هالولد صار ولد وكانه خلق عن جديد. اول مره اتاخذ على المؤسسه ومشكوره مؤسسه الاس او اس هي استقبلته. ما بيعرف يعني بوظه، ما بيعرف يعني بوت باجره، ما بيعرف يعني انه في بيجاما وفي ثياب لنهار، خلق عن جديد الولد. قد ايه كان عمره؟ هيدا اكبر بال 14. ايه كبير بال 14، بس انه رغم هيك بس انا شفت كمان البي كان بحاله انه انا ما انا عم ربيه، انا ما قصدي اعمل شيء، انا بس عم ربيه. ما هون بنرجع انه ليتشكل حدا هالقد حاله نكران عايش، لا هو فخور باللي عمله. إيه؟ بالنسبه له فخور يعني. هلا اذا بنرجع للخلفيه يمكن كان بيو يعني الجد كان كمان يتصرف مع بي الشاب يعني، في موضوع شيء إيه؟ اكيد في شيء بتربيته وصل لهون، بس نحن بنرجع بنقول في موضوع حدا يدعي عليه لهالاشخاص هدول بده يكون في عنده مصلحه وصفه، هيك بيشترط القانون. ما قلنا غير اخبار عن طريق النيابه، ومش دائما النيابه عم تتحرك بهيك حاله، بتقول لك انه حتى وقت كثير الاجهزه الامنيه انه طب وين نحطه؟ طب ماتر النسبه كثير عم ترتفع. صحيح. وصرنا عم نسمع فيها اكثر لانه صار في مواقع تواصل اجتماعي بتحط صح الخبر بتتداولوا بتتناقلوا. طب ولوين رايحين بعدين اذا لا الوزارات عم تتحرك ولا القضاء عم بيتحرك ولا المؤسسات قادره تستوعب هالعدد من الاولاد يلي نسبتهم عم ترتفع؟ صحيح. بعدين رح استعمل عبارة استعملها وزير الشؤون، في نبلة بشرية موقوتة نحن بهالموضوع هذا، وأنا برجع بقول بدق نقص الخطر، لأنه إحنا عم يعني عم نبني عم نحضر لانفجار اجتماعي كتير كبير. إيه هذا الشيء بهيدي الطريقة عم نفتح مجال لحيالله شخص أم أو بي، مرأة أو رجل، إذا شوي عنده شك إذا بيقدر يعملها، بس تشوف غيره عم بيعملها بتتحمس يعني. ما وقت ما بيكون في محاسبة ما في رادع، ما في ما حدا عم بيوقفهم لآن. صح. يعني مشان هيك لازم يكون في توعيه اكثر، المجتمع المدني عم بيلعب دور ما في شك، بس ما فينا نكون لوحدنا كجمعيات، بده يكون في قضاء حاسم معنا، وللاسف في عندنا كثير حالات عم بيكون في تدخل للسياسه بالقضاء، ياما بنسمع قضاه احداث تنحوا عن الملف. لهالدرجه عم بيكون في تدخل بالسياسه. مشان هيك قبل شوي سالتك عندهم واسطه الاهل؟ بهذا الحاله لا، بهذه الحاله لا، لانه في حالات مش بحاجه لواسطه للاسف يعني، يمكن واسطه شوي بيشتغلوا على الموضوع. مش بحاجه كانوا لواسطه يعني، وحتى الاجهزه الامنيه لازم تلعب دور بهالموضوع بجوابهم انه نحن هن عندهم غير اولويات، الوزارات عندها غير اولويات، وزاره العدل مدعيه كثير انه تلعب دور بهالموضوع هذا كمان متراخي، لانه نتيجه اولويات ثانيه عندها. الكل بده يتحرك يعني، ما فينا نحن كجمعيات نشتغل لوحدنا او الوزارات لوحدنا او الاعلام لوحدنا، كلنا لازم نطلع يعني. تخيل في وزارات هي معنيه اساسيه بموضوع الاولاد والاحداث اللي هي العدل، الشؤون، الصحه والداخليه، ولا مره اجتمعوا الوزراء ليقرروا شو بدهم يعملوا. وجعني قلبي صراحه يعني. موضوع مثلا اطفال الشوارع عظيم، قديش انحكى عنه. انا شاركت باكثر من جلستين لهالوزراء هودي، اجتمعوا مرتين وثلاثه من سنين مش من هلا كمان، ما وصلنا لنتيجه، كل واحد يكب على الثاني. وزاره الداخليه بتقول لك انه انا اذا وقفت هالولاد ما عندي نظرات بستوعبهم، طيب بدي احولهم ما عندي محل، دونك ما بتوقفهم. وزارة الشؤون بتقول لك انا ما عندي القدره استوعبهم، ما عندي مؤسسات بتستوعبهم.
وزارة العدل بقول لك القضاء إذا أنا اليوم وقفت هالولد وين بدي أحيله؟ يعني عم نبرم بحلقة مفرغة، يعني مثل ما فتنا على الاجتماع مثل ما طلعنا. في غياب تنسيق بين الوزارات، في غياب خطة وطنية لموضوع للأولاد، وهذا عن جد يعني يا محلى موضوع النفايات، يا محلى موضوع المحاصصة الطائفية، يا محلى في شيء خطر أكثر، لأن نحن عم نربي لخمسين سنة لقدام إنه ما يكون في أساس صالح لوطن لمجتمع لا يعرف ينتخب رئيس جمهورية. طب أنتوا كاتحاد حماية إذا بدي أروح لبعيد يعني قادرين تعملوا شيء غير اللي هلا عم تعملوه؟ أكيد لا، أكيد لا، لأنه نحن بالنهاية جزء من مجموعة. يعني اليوم إذا نحن لوحدنا، إذا ما في قضاء عم يتابع معنا ما فينا نعمل شيء، إذا ما في قوى أمنية عم بتتابع معنا كمان ما فينا نعمل شيء. هلا ما بنكر في جهود بس مش جهود مؤسساتية فردية. يعني في فردية، يعني اليوم بقدر أعرف والله أمير فصيلي عم يتعاون معي، في يقول في قاضي معين عم يتعاون معي، بس في يقول سلطة القضاء لا، في يقول الأجهزة الأمنية لا. بالتالي إنه في الأجهزة الأمنية لها دور، في مؤسسات اجتماعية ما تتعاون معي بموضوع طفل شادي كنت ما زال عم نحكي عنه، قعدنا يومين نفتش شو بدنا نحطه للولد. يعني وبرضه راح على المطرح اللي هو مش مؤهل للولاد. هلا كتر خيره بيرمجدي مستقبله هذا، بس مش مطرحه، يعني بيرمجدي يمكن عنده غير. طيب هلا في تواصل مع مؤسسات ثانيه لها علاقه بالحاله تبع شادي تقدر تستقبله ولا خلص صراحة لا بيرمجدي؟ صراحه لا، لسبب كثير بسيط، انه صار عندنا شيء 1000 شادي من بعد شادي، شيء 1000 شادي من بعد شادي، بالتالي انه بتصير تتفتح العيون لانه تتفتح الملفات بس من دون نتيجه ما في ما في يعني في ضغط شغل مش طبيعي، يعني يوميا عم يوصلنا اخبارات بمكاتبنا المنتشره باصول العدل بلبنان، يوميا اخبارات عن حالات معينه. طيب ما في قدره على القضاء يتابع، لو بالنهايه اليوم قاضي الاحداث كمان لازم ندور على الموضوع، انه قاضي الاحداث مش بس متخصص بالاحداث، بيكون هو قاضي مالي، قاضي مخالفات سير، قاضي بغير اشياء، وبينظر مرة بالأسبوع بموضوع الأحداث. عم نحكي بس عن الأطفال اللبنانية هون؟ لا، عن كل الأطفال، كل الأطفال طبعا باللبنان. أي طفل موجود على الأراضي اللبنانية هو خاضع للقوانين اللبنانية، علما أنه كل هالأحداث اللي نحن عم نحكي عنهم أو الواجهانهم الملفات اللبنانية ما بتجاوزوا 50%. والبقوة من جنسية سورية، عراقية، فلسطينية، يعني مثلا موضوع الاولاد يلي عم ينتركوا بالمستشفيات هيدي هلا كثير عم بتزيد معنا. في صرنا شهرين او رح يصيروا 3 اشهر بنت امها ولدتها بمستشفى حكومي ببيروت وهربت الام، الام جنسيه غير لبنانيه، بعد البنت بثلاث اشهر صارها بعدها بالمستشفى ما عم نلاقي مؤسسه، قاعدين ناطرين. طيب وبعدين؟ وغيرها كمان بمؤسسه بمستشفى ثاني حكومي بغير منطقه، 4 اولاد الامات الموجود كمان تركوا اولاد. طيب وين رايحين؟ اربعتهم اماتهم تركوهم؟ نعم، والمؤسف انه وقت كمان عم يربوا بالمستشفى؟ ايه، وين بدنا ناخذهم؟ ما في مؤسسه عم تستقبلهم. طيب هون بس لنختم حديثنا، الوزارات المعنيه يهتموا شوي بهالولاد، لانه اذا في حدا بيقول طيب مين يخبر هن، طيب مين ينتخبكم اذا بدكم تشتغلوها على الصعيد السياسي بس، ومنفتح كتير دينينا وعينينا على المؤسسات ودور الرعاية اللي خاصة انه تهتم بهالولاد. مش ضروري يكون في مردود مادي، في مردود معنوي والله بآجر. وعن جد وجعني قلبي، كتير وجعني قلبي. شكرا لك ماتي، يعطيك العافية، ومرسي للإضاءة على هالموضوع. نحنا على استعداد دايم انه نستقبل اي ضيف جاي يضوي على حاله من هالنوع. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم، مثل العاده الختام بيكون مع تقريرنا الرياضي. بكره حلقه جديده على 7:30. باي. بيتمنى مانشستر سيتي الانجليزي انه يتجنب المزيد من الاصابات وقت بيستضيف اشبيليا الاسباني بدوري ابطال اوروبا مع اقتراب اسبوع حفل للفريق. وبعد 4 أيام من مباراه اشبيليا رح يلعب السيتي متصدر دوري الانجليزي مع مضيفه وجاره مانشستر يونايتد، وبيفتقد سيتي بالفعل لجهود هدافه الارجنتيني سيرجيو اغويرو، كما رح يغيب الاسباني دافيد سيلفا. وبيملك سيتي 3 نقاط بالتساوي مع اشبيليا بالمجموعه الرابعه بعد خسارته قدام جوفنتوس وفوزه على بروسيا مونشنغلادباخ. يحتل إشبيليا المركز 12 بعد مرور 8 جولات من المسابقة المحلية من بعد ما حقق انتصارين بس ربح 2-1 على برشلونة بطل أوروبا وإسبانيا بوقت سابق من هالشهر. وبمباراة تانية بيعود فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي للمدينة اللي توج فيها بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2008 وقت بحل ضيف على CSKA موسكو الروسي، وأحرز يونايتد لقبه الثالث بأوروبا على حساب تشيلسي بركلات ترجيح
بأيار 2008 ورجع للعاصمة الروسية ب 21 أكتوبر 2009 ليفوز على CSKA بفضل هدف من فالنسيا، وبيروح يونايتد لموسكو بمعنويات مرتفعة بعد فوزه 3-0 خارج أرضه على إيفرتون بالدوري الإنجليزي. وأيضا رح يواجه النجم البرتغالي بصفوف ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو باريس سان جيرمان على ملعب بارك دو برانس بباريس بدوري أبطال أوروبا، بالوقت يلي بتحدث فيه معلومات عن إمكانية انتقاله للفريق الفرنسي يلي بيعتبره جوهر الحلم لإكمال مشروعه بإحراز اللقب القاري بالسنوات المقبلة. ولو تمكن باريس سان جيرمان أن يحصل على خدمات النجم البرتغالي بيكون أنجز صفقة العصر، ومن شأن هالشي أن يرفع من هيبته على الصعيد الأوروبي وتعزيز أميله بإحراز اللقب القاري. فبعد خروجه بالسنوات الثلاث الماضيه بدور ربع النهائي بيطمح باريس سان جيرمان للاعلى. اما فريق ريال مدريد فحاليا بيعتمد على كريستيانو رونالدو، وهو اول بست نقاط وبفارق هدف عن باريس سان جيرمان بيتصدر الدوري الاسباني، ايضا بفارق الاهداف عن سيلتا فيغو وبرشلونه. واخيرا جوفنتوس بيستضيف بروسيا مونشنغلادباخ، جوفنتوس متصدر ترتيب مع 6 نقاط عم بعيني بالدوري لانه بيحتل المركز ال14 بفارق 9 نقاط عن الاول فيورنتينا، اما مونشنغلادباخ فما احرز ولا نقطه من مبارتين وحاليا عاشر الدوري الالماني. تقابلوا الفريقين مرتين بالمسابقه سنه 75 ففاز مونشنغلادباخ 2-0 وتعادلوا 2-2. أعلن الاتحاد الدولي للفوتبول لائحة من 23 لاعب مرشح لجائزة الكرة الذهبية اللي تمنح لأفضل لاعب بالعالم خلال العام، وكان على رأس المرشحين نجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا. وبيصير الإعلان عن لائحة المرشحين الثلاثة ب 30 تشرين الثاني المقبل، ويعلن عن الفائز باللقب خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الفيفا المقرر ب 11 كانون الثاني بمدينة زوريخ السويسرية. كما أعلن الاتحاد الدولي عن لائحة بتضم 10 مرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل مدرب بالعالم لعام 2015، بيناتهم غوارديولا، لويس إنريكي، أمري، إلى جانب الأرجنتيني سان باولي وغيرهم من المدربين مثل لوران بلان، أنشيلوتي، جوزي مورينيو، ديغو سيميوني، فينغر وأليغري. بيستعد فريق فورس انديا بمدينة مكسيكو سيتي قبل انطلاق منافسات جائزة المكسيك الكبرى المرحلة 16 من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1. المكسيكي سيرجيو بيريز عم بخوض السباق المقبل على أرضه وعنده ثقة كتير كبيرة بعد اعتلاقه منصة التتويج بالمرحلة السابقة بروسيا. بيريز اللي كان حل ثالث على حلبة سوتشي ليعتلي المنصة للمرة الخامسة بيأمل انه يواصل نجاحاته قدام مواطنيه بالسباق المقرر ب 1 نوفمبر. منذكر بطولة الجائزة الكبرى بتعود للمكسيك لأول مرة من عام 92. بيريز وزميله بالفريق نيكو هيلكنبرغ لعبوا الفوتبول خلال زيارة لبضع ساعات بمكسيكو سيتي بزيارة ترويجية قبل ما يطيروا لأوستن بالولايات المتحدة استعدادا للجولة المقبلة بالبطولة وهي جائزة أمريكا الكبرى. أكد ماناليزي فاليلا الناطق باسم دائرة الإصلاحات التابعة لوزارة العدل بجنوب أفريقيا إطلاق سراح العداء أوسكار بيستوريوس من السجن بمدينة بريتوريا ووضعته تحت الإقامة الجبرية المنزلية، وكانت السلطات ذكرت قبل أن العداء الأولمبي مبتور الساقين رح يغادر سجن مدينة بريتوريا وفق لقرار الهيئة المختصة بالإفراج المشروط. منذكر بيستوريوس كان انحكم لخمس أعوام سجنا بعد إدانته بقتل صديقته عارضة الأزياء ريفا ستينكامب عن غير قصد، وقضى عام واحد بالسجن لهلأ. استقبلت لاس فيغاس سباق ريد بول للتحليق، وكان موعد لسباق النهائي الألماني ماتياس دولدلر وصل تألقه وحل بالمرتبة الثالثة. نجم هالرياضة الأول بول بونوم حل بالمركز الثاني بالرغم من مشاكل ميكانيكية، بس هالشي كان كافي ليتوج باللقب العالمي ليكون ثالث لقب له بعد لقبي 2009 و2010. بونوم أنهى الموسم بمجموع 76 نقطة بفارق 5 نقاط عن منافسه على اللقب مات هول.